أقرأ عليكم كتاب سأخون وطني للكاتب محمد المغوط. ساعة المستقبل. بعد 30 سنة من الثقة المتبادلة بين المواطن العربي وأجهزة الإعلام العربية، نعلم أنه عندما تركز الأجهزة على قضية ما وترعاها فجأة بكل ما عندها من صحف ومجلات وخطب ومهرجانات ومطربين ومطربات، فمعنى ذلك أن نقرأ الفاتحة قريبا على هذه القضية. أنا مثلا دون تردد أو مناقشة، ما أن تركز مثل هذه الأجهزة على قضية الحرية فجأة حتى أجهز شحاطتي وبيجاماتي وأحلق شعري على الصفر سلفا. وعندما تركز على موضوع الاشتراكية، أسارع على الفور وأتفقد برادي صحنا صحنا وبيضة بيضة، لأن معنى ذلك أن الناس ستأكل بعضها عما قريب. وعندما تركز على موضوع النصر والتحرير واستعادة الأماكن المقدسة، أضب الحقائب وأستعد للمبيت قريبا أنا وعائلتي تحت أحد الجسور في الفاتيكان، لأن معنى ذلك أن قطعة أخرى من الأرض العربية ستطير. والآن تركز هذه الأجهزة في مشرق الوطن العربي ومغربه فجأة وبعد خراب البصرة على موضوع الوحدة العربية، بحجة أنها الرد الحاسم على ما تطرحه الإمبريالية الأمريكية في المنطقة من مشاريع جديدة للتجزئة والتقسيم. ومعنى ذلك أن عدد الدول العربية سيرتفع من 22 إلى 42 دولة، أي بعدد الولايات الأمريكية تقريبا. ماذا فعل المواطن العربي لحكامه خلال 30 سنة حتى يعامل هذه المعاملة؟ أعطاهم أولاده للحروب، وعجائزه للدعاء، ونساءه للزغاريد، وكساءه لليافطات، ولقمته للمآدب والمؤتمرات، وشرفاته وموطئ قدميه للمهرجانات والخطابات، وطلب منهم نوعا واحدا من الحرية، وهو النوع المتعارف عليه في أبسط الدول المتحضرة، فأعطوه 20 نوعا من الحرية لا يوجد لها مثيل لا في الدول المتحضرة ولا في الدول المتوحشة. وطلب منهم نوعا واحدا من الاشتراكية، وهو النوع المعمول به في معظم الدول الاشتراكية، فأعطوه 50 نوعا من الاشتراكية إلا النوع المعمول به في الدول الاشتراكية. أعطاهم 7 دول عام 1949 لتوحيدها، فأعطوه بعد 30 سنة 22 دولة. لا يستطيع 22 باسمارك أن يوحد أنظمة السير فيها. ومنذ 30 سنة أيضا أعطاهم قضية ظريفة خفيفة كالفلة، تتمنى معظم الدول والشعوب في ذلك الحين أن يكون عندها قضية مثلها، وهي قضية فلسطين، فأعطوه بالإضافة إليها قضية لومومبا وقضية المالكي وقضية فرج الله الحلو وقضية الشواف وقضية البرازاني وقضية بن بركة وقضية بن بلة وقضية بن عاشور وقضية عبد الحكيم عامر وقضية بلنت عبد الحميد وقضية علي صبري وقضية خزنة عبد الناصر وقضية موسى الصدر وقضية جان بلاط وقضية سعد حداد وقضية أحمد الخطيب وقضية الخميني وأخيرا قضية السادات. فماذا يتحمل هذا الإنسان ليتحمل؟ بمعنى أن ينام المواطن العربي على هم قديم، هذا لا يجوز، وأمر لا ترضاه لا أنظمة الحكم العربية ولا دول عدم الانحياز ولا منظمة الوحدة الآسيوية الإفريقية ولا منظمة الصحة العالمية. المفروض كل يوم جديد هم جديد، وأن يعود المواطن إلى بيته في المساء وهو لا يحمل لعائلته وأطفاله أكلة جديدة أو ثيابا جديدة، بل قضية جديدة.
وتقول إعلانات الدعاية أن ساعة أوريس التي تتحمل الصدمات هي ساعة المستقبل. قسماً بالله، 1000 ساعة أوريس لا تتحمل في 3 سنوات الصدمات التي يتحملها المواطن العربي في 3 دقائق. ولذلك كل ما يلزمه هو قشاط جلد من عند الرأس والقدمين ليلفه الطيارون ورجال الأعمال حول معاصمهم باعتباره هو لا أحد سواه ساعة المستقبل.